صباح الخير لكل اللي بتابعونا الآن مع فقرتنا الرياضية. معي اليوم كمان كوتش معتصم، راح نعطيكم تمارين مختلفة شوي من تمارين ظهر، تمارين شولدرز، وبرضو بمشاركة الليجز والكور فيها، فيعني فيها باور ليفتنج شوي، فيها سكيلز بالليفتنج. راح نستخدم بار إذا موجود، إذا مش موجود البار ممكن نستخدم أي ويت أو أثقال عندنا، وإذا في عندنا مثلا أوزان صغيرة كمان نخليها على جانب عشان التراك اللي بعده نشغل الكتاف بشكل أساسي. تمام؟ جاهز كوتش؟ نعطيكم ميوزك عشان نبدأ. نبلش بالبار بداية بالست بوزيشن احنا بنسميها الثمز مسكرين على الفخاد، صدر مرفوع، الاكتاف لورا، ننزل شوي شوي لتحت، نسحب، نعمل دروب، نرجع again 1 لمستوى الركب، بسحب على البطن بالتحديد على السرة. Go more. صدر مرفوع، ظهر ستريت، الكوع بسحبوا لورا ولجوا. يب جود. نعمل كمان مرتين نفس اللود 1 2 1 2 1 2. هذا التايمينج. اخر واحده، هلا في عندنا كومبينيشن، سحبتين لفوق، واحده منخفضه واحده عاليه. ليتس جو 1، الثاني لللور تشست، بعدين كلين بريس. نرجع بنعيد اجين، لو بول، هاي بول، clean, press, drop. كمان مرتين. Go. Pull. أعلى. Go. لاحظوا الفليب اللي بنعمله بالإلبوز. مهم جداً عشان نحمي الكتفين. ننزل تحت شوي شوي. Deadlift. Down. تنتين سحب. 1 2. نطلع شوي شوي. Again تحت. Down, down. Hold. Pull. Pull. نطلع. Again. كمان مرتين. نفس المبدأ. خلي البار قريب دائما من فخادنا، ونعمل سكويز بين لوحين الكتفين مع بعض. هلا ديد ليفت، هولد شوي شوي، نحس وزننا على كعاب رجلينا، نحاول ندفش الحوض لورا اكثر، الصدر بضل مرفوع، نحافظ على استقامه الظهر. كمان مرتين. جود. 1 2 3 4 4 3 2 1. جود تايمينج. نرجع لنفس الكومبينيشن اللي تحت، ننزل للنيز شوي شوي، سحبتين، go 1 go 2. push again. ننزل شوي شوي، down down, pull pull and push. يا سلام. كمان مرتين squeeze عضلات الظهر، الوسط وأعلى الظهر. آخر واحدة كومبينيشن power lifting, low pull high pull. let's go. 1 2 go. 1 2 3 4. ما العد، سحبة أعلى. now press. come on go. 1 2. بإمكاننا هون مع الهاي بول نوقف على أمشاطنا، تعطينا شوية باور بالأخص إذا كان في وزن عالي. keep going. 1 2 1 2 3 4. timing كثير مهم، البار لازم يكون كلوز، قريب كثير من جسم. اخر مرتين. جود نايس. اخر واحده بول ليفت بريس. 1 2 3. ستوب رول ريلاكس. راح نرجع نعيد كمان شوي، الكتاف لورا، ثني بالركبتين، ننزل تحت شوي شوي، نضيف سحبتين، هولد pull. 1 2. push again. صدر مرفوع، الكوع لورا. nice. more. down down. pull pull and push. good. هلا ديد ليفت لحالها، ننزل شوي شوي، نشغل العضلات الخلفية للرجلين اللي هي الجلوتس والهامسترينج، بالتحديد لما نخلي كعابنا على الأرض ونحس إنه الدفش بيكون بكعاب رجلين. كمان مرتين. 4 3 2 1 4 3. squeeze. good. آخر واحدة نفس الشيء، بننزل شوي شوي، نعمل سحبتين، down hold pull 1 pull 2 push again.
راح نحس هلا عضلات اللاتسمس اللي هي على جنبين الظهر من فوق داون اند داون. اكيد عضلات البولينج اللي هي عضلات السحب شغاله. الايدين البايسبس والفور ارمز كومبو ليفتنج لو هاي جو 1 2 1 2 3. هلا هون تركيزنا بالفليب يكون اعلى عشان يخفف اللود على العضلات. جو 1 2 اب بوش. لما نعمل فليب الاول البار بيكون فوق التشيست. هولد بوش كمان اربعه. ليتس جو 1 2. نايس. طبعا هاي التمارين اشتغل فيها رجلين، اشتغل فيها كور، اشتغل فيها الابر بادي. اخر مرتين هون طبعا كل ما شغلنا عضلات اكثر كل ما زاد الحرق عندنا ككالوريز جود ميتابوليك يكون اعلى. هولد جود. خلي البار على جنب. ممكن هلا نستخدم البليت في التراك اللي بعده. رول للشولدرز روتيشن للجذع ريلاكس. التراك الثاني هلا بخص الشولدرز بالتحديد باوزان خفيفه. الركب ركبتين دائما فيهم ثني، الكتاف دائما راجع لورا، البطن مشدود. اوكي صدر مرفوع. بلش باول حركه فرونت ريز شوي شوي لفوق بالايدتين. اب اب داون اند داون. ستي اب اب داون اند اب. جود. مستوى الايدين تقريبا مستوى الصدر. هلا سايد ريز شوي شوي. جود. هلا هذول الحركتين راح نجمعهم مع بعض كمان شوي. جود. لحد هلا احنا شغالين بالسلو ريثم. هلا راح نسرع للفرونت ريز اب هولد فرونت ستوب. على السايد كمان وحده زيها. جود. فرونت ريز اجين ستوب. دائما في ثاني بركبتين سايد. هلا بنجمعهم التنتين ميكس ماك ريز 1 2 1 2. جود. ايد بترفع لقدام وايد تقريبا بسحبها سحب عشان تشغل سايد وعضله الكتف من ورا كمان. ليتس جو 1 and 2. ضل شغالين ما ننسى دائما الثنيتين بركبتين عشان نعمل سبورت للعمود الفقري. جود 1 هولد هولد. جود 1. على هذا الكومبينيشن خفيف لطيف. يس. هلا راح نضيف عليه كمان حركات، منها بريسز راح تكون لفوق ومنها كمان للريف دلت، وبننهي عليها حلقتنا لليوم. نرجع ريست. الكتاف لورا ثاني. نفس بسيط. جود. البليت هولد شوي شوي على السايد 1 على الفرونت 1. جود. سايد نقويهم اكثر. هولد. جود. سايد. لما نرفع الايدتين مع بعض بالاخص امام الجسم لازم نثني الركب اكثر. Very good. عشان نزيد السبورت لانه البيس بيكون اقوى. Good good good. Nice. Hold. Roll للكتاف. هاي بسيطة. هلا كمان مرة عشان نروح للماك ريز. يس. ثاني بركبتين خفيف. هلا بنطلع فرونت كمان مرة. Hold. Go. Freeze. على السايد. نقدر في هاي المرحلة إذا حسينا الأوزان خفيفة إنه نزيد الوزنين. One more. Mac raise. نرجع الحركة الميكس. Go. 1 2 1 2. إذا بنلاحظ إنه في روتيشن بصير بالكتفين. روتيشن بسيط. بضل نظرنا للأمام. الحوض للأمام. Keep going. Go. 8 7 6 5. Come on. 4 3 2. بننزل تحت. Reverse fly. Go up, go down, go up, go down. 1 2 1 2. Nice. لبرا أكثر لأعلى. Hold. Good. Nice. Roll. آخر مرحلة راح نعمل presses.
نرفع البليت، خلي الكواع شوي لقدام، ناخذ ستيب خفيفة لورا، ايزي اب اوفر هيد عشان نشتغل كمان العضلات الاماميه بتحديد. اب كويك فريز سلو داون، كويك سلو داون. بدنا الراعي هون انه الكوعين يضلهم شوي لقدام عشان الكتف يضل بالسيف سايد. سرع، ليتس جو، اب داون اب داون. زي ما احنا شايفين الكوع تقريبا زاويه 90. جود انف رينج. اب هولد فريز سلولي داون اجين. بنكرر هولد، ننزل شوي شوي، بوش هولد شوي شوي، وان مور تايم، اخر واحده هولد. جود، البليت على الارض، رول للكتفين، نعمل شيك، 1 2 1 2. اظن هيك احنا حاسين تقريبا في اغلب عضلات الابر بادي، منها الاكتاف ومنها عضلات طبعا الظهر والكور. يس رول، نعمل ايزي ستريتش بسيط شوي شوي، بنميل لقدام للهامسترينج لانه شاركت كمان بالديد ليفت. بريث، نفس، نظرنا دائما على الارض، اهم شيء الركب تضلها مستقيمه. جود، ستاندينج اب الابر باك، شبك الايدين، نطلع فيهم شوي لقدام، نحاول نباعد بين لوحين الكتف عشان نحس بالستريتش عضلات نص الظهر وعلى الظهر. كتفين من الامام، شبك ايدينا لورا، نرفع صدرنا لفوق. Very good. Roll. Shake. Well done. Taz. يعطيك الف عافية كوتش معتصم. ان شاء الله تكونوا لعبتوا وتعبتوا واستفدتوا اكيد، لانه ما بعد التعب الا فايدة. نذكركم كمان بفرع عبدون، مساحته 8000 متر. للناس اللي ما بتعرف، طابقين ميكس وفي طابق ليديز، كل طابق للميكس فيه 3000 متر، طابق الليديز راح يكون 2000 متر. تشرفونا ببداية السنة بافتتاحنا، نشوفكم حلقات ثانية، يعطيكم ألف عافية.